ده جبت لك احلى فواكه باللون الاخضر. تفضلي. شو جايبتي لي هذا؟ هذا بدي اكله انا. شو شايفتيني معزه؟ مو هذا، هذا كلي انت بس تخلصي التحدي. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم جانا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي تحدي التوأم الاخضر ليوم كامل. الاخضر والاحمر. انا رح اعيش ليوم كامل بلون الاخضر وانا بلون الاحمر. يعني كل شيء لازم يكون لون اخضر، لازم كل شيء ناكله لون احمر. أخضر. وقبل ما نبدا الفيديو، اللي ما حط لايك حط لايك، مو مشترك بالقناه يشترك بالقناه وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. بنحبكم، يلا نبدا الفيديو. هلا الحين انا ووداد على السوبر ماركت، هي بدها تشتري باللون الاخضر وانا باللون الاحمر. لون الاخضر صعب، يعني اكل ما راح اقدر لاقي لون واحمر لو صعب كمان. يلا خلينا نروح ونشوف. هلا بدنا نختار، يعني لون اخضر ما في زياده. لا في، راح نبلش بالعسل. هذا لون اخضر بس من جوا ابيض. لك هون لون معلم، زيت الزيتون لون اخضر. هذا بيجي بقلب. لا هذا برتقال. لا احمر. شايفه هذا بيجي بقلبه لون اخضر ولا لون ابيض؟ اخضر. خلاص لقيت عصير اول شيء لون اخضر. تعالي لو سامح اخذها اول مره. لا انه جاي ما في عصير كويس. هذا عصير كويس. هذا زهر. لي ساعة عم دور ما لقيت غير هاي. هاي جاية على لون اخضر. جاية. في هاي لون اخضر واحدة. هاي احلى. هاي اللي وفي معطر كمان بلون اخضر. بس هذا شو بدي فيهم ياكلون؟ لقينا الشيبس انا لون احمر وانا لون اخضر، وللفطور انا لقيت في زعتر الزعتر اخضر. يعني ما بس انا اخذنا شيبس بطاطا وعصير. شيبس بطاطا عصير وبطاطا وبسكوت بس ما اخذ. ما لقينا لهلا. انا برايي ناخذ اندومي واللو. انا الاندومي اخضر واللون اخضر. انا بلا اخضر بيجي على الاخضر. يعني مسموح ولا لا؟ مسموح. خلص لا من برا مسموح، احنا ما دخلنا. اخذ بطيخه من جوا حمراء ومن برا خضراء. ده تاكل من برا وانا اكل. ما شاء الله. لا انت امسكي هيك لك انت. انا في كثير خضره، في فليك في كثير، في ليمون. بس انت شو بدي اعمل فيها؟ فتح لنا البطيخه مشان نشوف لنا لونها. اذا طلعت بيضه مشان رجعت، طلعت حمراء مشان ذوق، وطلعت عسل كثير طيب. ذوق. هلا انا رح اكل النجوم وانا رح اكل النجوم. يا مسكينة يا وداد. ليك وانا كل شيء علي. نقي لي ساعدتها بتنقاية البسكوت، بتنقاية البطاطا، كل شيء علي، كل شيء. 2000 years later. هلا اول شيء بدنا نتغدى اندومي. انا باللون الاحمر وانا جاي على اخضر. وداد مو مسموح، ما فينا ناكل شيء بحده مو مسموح؟ ما في شيء بحده. في بندوره بدك؟ لا ما عندي بندوره. ما عندي. كله احمر. وداد هلا بعد ما ناكل جهزت لك وجبه فواكه. عن جد كثير طيبه، كله باللون الاخضر. شوف جبت تفاح بس. لا كمان في شغل. كمان في شغل. هو كل الخضار باللون الاخضر عند وداد. كل شيء خضره فيه باللون الاخضر. في بقدونس، خيار، فلفله خضراء. الفلفله الخضراء المفضله. شوفي كمان في ما بعرف. وهلا بعد ما تغدينا بدنا نقرش الاكلات اللي جبناهم. والله تبعت وداد بارد اكثر من تبعت انا. انت لازم تجيبيه تكون من جوا، بس يعني تكون بالبراد من جوا. هاي اول مره بشوفها. ليمون و هي ما فيها غازات وخضيت.
ما طيبة؟ طعمتها نعنع بس. منيح إن طلع طعمتها نعنع. ما طيبة. قولي عم تاكلي نعنع. أنا لاكو حتى من جوا لون أحمر، يعني ما عم شايفين. يا عم تغش، هاي لونه أبيض. أنا شوفي عرفني، لا لونه بني. بني على الأخضر، هو الفستق لونه أخضر يعني. ايه الفستق لونه أخضر. المهم لونه أخضر من برا. ما هيك؟ كنا نعمل اثنيناتنا بنفس اللون، بس انت لون، بس انتوا طلبتوا اعملوا الوان مختلفة فعملنا الوان مختلفة. بعد ما استطعمت بهذا طلع طيب. انت كل شوي بعاقل شكل. لا طلع طيب. يا وداد مجهزت لك مفاجأة هلا مع الفواكه. من ساعتين عم تقولي لي مجهزت لك. ايه هلا استني شوي. مامي ماني هربان. لا تهربي. هلا بس تشوفيها بتهربي. الحمد لله هي طبيعية ومفيدة وكل شيء حتى عملنا. وهي هي مشروب صيفي. كيف يعني مشروب؟ بس بطاطا هاي. هي لازم تحطيها هي لازم تحطيها بكاس تحطي معها ثلج. هي بعده طلع لونه بني من جوا. وهلا بعد ما غدينا بدي اقطع البطيخة. طبعا انا رح احط الاحمر الحلو لإلي ورح اخلي الوداد القشر. بدها تاكل طعم ما بس انا رح اعمل اللي علي. البطيخه صارت بالبراد مثل الثلج، صارت هلا طيبه. وداد رح اقطعها للقشر. بدها تاكل طعم ما بتحسها ولا لا احمر رح اخليه لك. خلص الباب بكفوه اذا بدها تاكلوا. وداد جبت لك احلى فواكه باللون الاخضر. تفضل. جبتيني من شو؟ جايبتي لي هذا بدي اكله انا. شو شايفتيني معزه؟ ايه معزه شو بس لازم تاكليه لانه هذا باللون الاخضر. كل شيء باللون الاخضر لازم اكله. تاني يوم هيش لون اخضر فيهم. ايه رح اكل. لا ما بدي اكل انا هذا. لا بدك تاكل. شو تخمين؟ ما افجعها اكلته. عم امزح معك، جبت لك انجاص وتفاح. ايه مو هذا، هذا كلي انت بس تخلصي التحدي. انا باكله شايفتيني معزه؟ ايه معزه. خليت لك فيه شوية أحمر. ما شاء الله عليك، كثر خيرك. ميرسي ميرسي. ذوقيني بذوقك؟ لا، بدها تغش بالتحدي شايفين؟ وداد أنا سامحت لك تاكلي بطيخ وحرام ما تاكلي منه مثل القطر البطيخ. ليش؟ أنا ما بدي أكل، أخسر بالتحدي. أنا سامحت لك. أنت شو دخلك؟ المتابعين اللي بيسمحوا إنه مو أنت. سامح. هو قال لك لا تاكلي صح، هذول بس إلي، أنا باكل لحالي. أنا ما بدي أغش. أنا ما بدي أغش. سن المرة وحشك هذا. أنت إذا بدك بدك هذا مثل القطر خذي. لا شكرا أنا ما بحب. لا لكن من هون اسمعي، من هون أحمر. عليك صح هاتي. لا انا خسرت بالتحدي. اسمعوا اسمعوا خلص. لا 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 كلية بلاية بلاية. خلص كبيتها كبيتها. المهم حطيتيها في سنة كنت في هاي اخضر فيها. ما بدي ما بدي هاي ابيض. لا اخضر. لا المهم ليانا خسرت. لا ما خسرت بالتحدي ابدا. لا ما خسرت. هي غششتني. هي قالت لي كلي. انت اللي بتحكم بتقولوا ليانا خسرت بالتحدي ولا لا؟ لانه لا هذا اخضر يعني جاي على برتقالي هيك شيء واكلته. المهم لا أكلته. اسمعوا هذا مو احمر. لا والله عليكم هذا مو احمر. لا المهم لا خسرت. أحمر. خسرتي بالتحدي. اسكتي. لا انا خسرت بالتحدي. ايه من بعد خلص خسرت.
انت اكتبوا التعليقات، اسمع بنشوف رايكم، بنشوف الحكام. لا 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 شيلي ايدك. لا جاي غصب عني تطعميني يعني. هون يكون انتهى الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. قولنا يلا انا بدي احكي، اكتبوا لنا اذا عجبكم الفيديو ومين اللي غش بالفيديو. انا ما غشيت. لي انا غشت اخر شيء امبلا اكلت اكلت انجاس يعني غشيتي خلاص. لا اكلت انجاس ليك ولونه احمر. طيب اسمعوا، هي هن اللي بيحكموا، اكتبوا لنا اذا غشت ولا لا. انا ما غشيت. واكتبوا لنا كمان اذا بدكم نصور لكم الوان، اكتبوا لنا بالتعليقات اللون اللي بدكم اياه ونحن راح نصوره. واللي ما حط لايك يحط لايك، مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة، فعل زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد. بنحبكم وانتظرونا فيديوهات جديدة. باي.